الامام محمد عبده اللي حارب الناس كلها بهذه الفتاوى، فكره الربا وفكره البرنيطه وفكره تعدد الزوجات وفكره النقاب، كانت من الافكار اللي خلت كل علماء الازهر او معظمهم وكل التابعين للازهر في حاله غضب وكراهيه وبغض ومقت لمحمد عبده، حتى طلعوا عليه اشاعات انه ماسوني مره، انه علماني مره اخرى، انه ليبرالي مره ثالثه. ده نفس التهم، لانه نفس الكلام يا عمرو، وكأن التاريخ بيعيد نفسه. التاريخ بيعيد نفسه.